طيب دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا. أمام حضراتكم هذا هو الأمر الصادم بأن فواتير الكهرباء المؤجلة تم إرسالها دفعة واحدة لضحايا الزلزال، وهناك حالة كبيرة من الاستياء لدى هؤلاء المنكوبين يتحدثون كيف يمكن ويعقل أن تأتي فاتورة واحدة لهؤلاء المنكوبين بسبعة آلاف ليرة، بل تحدثوا عن أنه أثناء إقامتهم في منازلهم وقبل الزلزال لم تأتي الفواتير بهذا الشكل. هل هو نوع من أنواع العقاب من قبل المعارضة التركية لأنهم تحدثوا عن أنه دعم أهالي المناطق المنكوبة لأردوغان سيكلفهم الكثير وأنهم سيعاقبونهم، وقاموا حتى برفع أيديهم عن هؤلاء المنكوبين عن طريق الجمعيات التابعة للمعارضة التركية؟ لذلك هذا الأمر مطالب فيه رجال الحكومة التركية بالتدخل عفوا